لە شاری کەلار ئامادەکاری تەواو کراوە بۆ ئەوەی پێشوازی لە تەرمی عەلی قازی کوڕی پێشەوە قازی محەممەد بکرێت و لە گۆڕستانی کەلاری کۆن بە خاک بسپێرێت. بنەماڵەی قازی بەهۆی ژنخوازیەوە پەیوەندیەکی دێرینیان لەگەڵ بەگزادەکانی جافدا هەیە لە گەرمیان. هەر ئەمەشە وای کردووە کە بنەماڵەی قازی لە دوای مەهاباد کەلار هەڵبژێرن بۆ دوا مازڵگای عەلی قازی. والله لسر تاوان وتيان كي جوايا حكومتي انا موافقتي نكردو بو وي كوا بقريتو يعني ترما كي بقريتو تون خوي وسيتي كردو كوا لا لا يباو كابيني انا شن لما هابات وها بلاو بو كوا موافقتي انا كردو بلا دوايا وادي وادي على قنصليتي ايران لا هولير بياني كي بلاو كرتو والله ما هيج دور ريغريك ما ني بو هات نوي جاي ترى من العراق حال حاضر بأمانة أبي أجر رجل إن شاء الله دنيا أسعيش كي كامل يبو صار بأسان يتواني بريتو بعيني شو بوم بولاتي خوي هروكو كرسان ولاتي هم مال ترى يوم اللي قال بن مالي مرحوم قاضي أجن وجن خوازي إن حقتها أوان زاوية منو يم إيش زاوية أواني دو أما زاي بند مرحوم سردار جاف كسرو كي عشرة كمان بو او هاوسری مریم خانمی قاضی محمد بو پیشوا قاضی محمد بو هر وها داره آموزام که دو برا او که اون آموزامی شهر هاوسری سویر خانمی قاضی بو علی قاضی 83 سال بو او کاتی پیشوا کوماری مهابات راگیان بو یل 8 کی کما و آشنای سیاست و نشتمان پروری بو تاوکاتی نخوشی تنگی پیالچنی هر بردوان بو لخبات و سیاست و ماوه یک سروکی پارتی آزادی کردستان بوا. لحقتا لنزی کخ کوری راش یعنی علی قاضی مناسی تا بلا انسان اکی میوان نواز سخی و طبع روش برز همیشه موالی دا معنی تخصیص کرده بو ترخان کرده بو بو اوی کوا یارمتی خلق بدا و زور خلق هاتنا مالي چن مدتي كي درش خيانه مانو بي او پرسياري نبكا علي كوري پيشوا قاضي محمد لا سال 1933 لمهاباد لدايك بوا لدوي الرخاني كوماري مهابات و لا المانيا نشتجيبو هر لويش دي ام مانگو لا 89 سال دا کوچ دوای کردوا خاوني چوار کرو کچيكا دو سال پیش است مريم قاضي لیره لە مەراسیمێکدا دا بە خاک سپێدرا. ئێستا ئەش تەواوی ئامادەکاریەکان کراوە بۆ ئەوەی پێشوازی بکرێت لە تەرمی عەلی قازی تاکە کوڕەکەی سەرۆک کۆماری مەهاباد. ئەمە دەبێتە دووەمین نەوەی قازی کە لە گەرمیان بە خاک بسپێدرێن. ئێستا کەلار لە دوای مەهاباد بۆتە دووەم مەزڵگای قازیەکان. شاهۆ ئیبراهیم، گەلی کوردستان، گرمیان.